يا هلا ويا مرحبا فيكم حياكم الله اعزائي المشاهدين ارحب بكم مجددا في برنامجكم برنامج وسم حياكم الله ولقائنا المتجدد في هذا البرنامج وحديثنا المتنوع في موضوعات شتى مرتبطه بالتراث ومرتبطه بالاخلاق وبالقيم وبالقصص وبالمواقف وبالشعر واليوم حضر لنا اخوي ابو مطلق وهو زميلي وصاحبي في هذا البرنامج في سفينه هذا البرنامج في الحديث عن مختارات شعرية ودائما مختاراتها عذبة وإلقاء لهذه المختارات أيضا مميز وعذب حياك الله أخوي الله يحييك يا هلا ويا مرحبا فيك الله يبارك فيك يا أبو عبد الله احنا اليوم أبو عبد الله بنتكلم عن يعني أبيات جميلة أي كان سببه موقف لشاعر جميل صراحه من شعراء الباديه القدامى وهو الشاعر فجحان الفراوي من المريخات من قبيله مطير الكريمه. ما شاء الله وصراحه ابيات لابد ان نتكلم عنها لانها مرتبطه في موضوع واقعي وازلي ابدي مثل ما يقولون. الله يعني ما هو موضوع يعني صحيح ان القصيده قديمه الموقف قديم لكن الموقف هذا ما زال مستمر الى يومنا هذا. هذا طال عمرك فجحان الفراوي شاعر وراوي راعي طال عمرك مثل ما نقول راعي سوالف حكواتي مثل ما يقولون آه إيه لاجل مجلس طال عمرك احيا المجلس ما شاء الله بالسوالف والقصيد والعلوم واستانسوا الناس عليه وهذا سبحان الله العنصر اليوم اعتقد انه اصبح مفقود يعني اليوم الدواوين اغلبها تفتقر وتفتقد مثل هذه العينات تخابر ابو عبد الله قبل بعض المجالس صحيح يجي واحد فيها طال عمرك كانك مشغل لك فيلم سينمائي ما شاء الله او مسرحيه ما شاء الله يعني يتكلم بالساعات مم ومن قصه الى قصيده الى ابيات الى يعني ما شاء الله تبارك الرحمن صحيح فان شاء الله أن العنصر هذا ما يكون مفقود في هذا الزمن اي أيوة لانه هو الله هو طعم الديوانيه وهو لذه التجمعات الاسريه والتجمعات حتى الكبيره فكان طال عمرك فجحان فراوي مثلاً بينت لك شخص صاحب سالفه مم وشاعر ولا جال مكان يملى المكان بالسوالف وبالعلوم وكذا فلاحظوا عليه مره جاء احد المجالس او الدواوين ولقوا فجحان ليس كعادته مم. رجال يعني متكتم وساكت وما خاطر عمس مثل ما يقولون فسأله احد الموجودين بعد ما تاكد مم. ان ان خاطره ما هو كالمعتاد فقال له يا فجحان نشوف كل يوم ما تسولف بخيل علينا بالسوالف او بالحكايات وكذا ما هي كالعاده لك يعني فاجاب بهذه القصيده مم. وهي قصيده طبعا قصيره لكنها معناها كبير مم. فقال الشاعر فجحان الفراوي قال ماني على زين الحسايا بخيلي وهرجن على غير النشامة غثبا والله على اللي هرجهم يستوي لي اللي لي بعيدين من و ومعزبي عندي سواة الفصيلي ونشهد أنه ثور هو رجاء الله تكرم لكم <applause> مشاهدي فاستغربوا من هالأبيات هذه طبعا احنا لما نسمع هذه راح نعلق عليها طبعا ونبين فيها بعض المعاني الخافيه ونبين الغايه منها والرساله اللي قدمها للمجتمع من خلال هذه القصيده. يعني هو كان يقول ماني على زين الحسايا بخيلي يقول انا ماني بخيل صراحه على السوالف والقصيد والقصص بالعكس انا تعرفوني كعادتي دائما اسولف ودائما اثري المكان. لكن فيه خله او في سبب او في مشكله منعتني من اسلوب المعتاد وين المشكله هذه يا ابو عبد الله <applause> لما قال وهرجن على غير النشامه غثابا <applause> يقول اني انا اللي منعني من السوالف ومن القصص ومن الحكايات ومن الشعر ومن اثراء المكان بالثقافه والادب والمعلومات وجود مشكله كبيره وهي ان الموجودين ما هم نشامه <applause> حشاك يعني فعلا ابو عبد الله خلينا واقعيين انت لما تجي في مجلس الموجودين ما هم نشامه او ما هم يعني طيبين او ما او ما هم مستمعين جيدين طبيعي جدا انك لا يمكن تسولف إيه ما ما تتحمس يعني ما تتحمس صحيح صحيح و... انت قاعد تسولف بالهواء يعني ما حد مم صوبك ولا أحد يمك ولا حد معطيك اي اهتمام فهذا السبب الرئيسي اللي منع مم هذا الشاعر اللي فجحان الفراوي من الحديث في المجلس جميل جميل قصيده حلوه اخوي لكن تابع الحديث ان شاء الله معاك لكن بعد هذا الفاصل يا هلا ويا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين نتابع الحديث مع اخوي ابو مطلق ومختاراته الجميله العذبه وبالقاء الجميل ايضا في هذا الموضوع وهذه القصيده الحلوه اي نعم تفضل الله يسلمك وتحلى ايامك يا ابو الله, الله يحفظك ما زلنا نتحدث عن قصيده للشاعر فجحان الفراوي اي نعم وهو شاعر من الماضي الجميل وبين في القصيده لما قال ماني على زين الحتايا بخيلي وهرجن على غير النشامه غثها بال الله على اللي هرجهم يستويلي الليل لي يا بعيدين من زال ومعزبي عندي سواه الفصيلي انشد النثور ثور ما هو الله بيننا يا ابو عبد الله انه كان هذا الشاعر كعادته متحدث ومتكلم ويثري المكان لكن اللي منعه من الاثراء في هذا المجلس او في هذه الدوانية بعد ما سالوه قال يا فجحان مي عادت لك اليوم ما تسولف بين السبب الرئيسي قال هرجن على غير نشامه غثبان ففعلا يا ابو عبد الله الانسان لما يجي في مجلس مم. وما يلقى فيه نشامه والحوات غانمه مثل ما يقولون وناس طال عمرك تقدر المسير وتقدر الضيف وتعطي فرصه للموجود بانه يتحدث ويتكلم على راحته ما يخطف منها مثل ما يقولون المايك ما يعطي فرصه بالكلام او يلقى ناس طال عمرك لا سمح الله صادين عنه ومشغولين احنا اليوم حتى الله المستعان مبتلين يعني في مجالسنا هذه مشكله صراحه واقعية عصرية ما كانت قديمة صحيح لما نشوف طال عمرك أكثر الناس في الدواوين والمجالس مشغلين بالأجهزة أي أيوة والله والتلفونات تلقى الواحد ممكن يعني عايش في عالم آخر وهو قاعد بين الناس صحيح تلقى مرة يضحك ومرة يحزن ويمكن بعد يبكي في الدوانية من خلال مشاهد ومقاطع قاعد <applause> يعني نعم يشوف التلفون هذه ترى مصيبة أي أيوة والله أيوة حتى أن في واحد من الشعراء يعني خلني بعد أذكرها الجزئية هذه أيوة قال أبيات جميلة بيتين عبارة عن بيتين قال أقفى مع الشيبان ذوق المجالس والعرف وسمان السوالف والامثال وشلون تبغى العز من شخص جالس وبالاذن سماعه وبالكف جوال اي والله يعني انت فعلا لما تجي مجلس بهذا الشكل يا ابو عبد الله صعب انه يصير عندك يعني عزيمه او عندك محفز للسوالف صحيح فهم لما لاموا في فجحان الفراوي طبعا هو ما, ما شاف الوضع اللي احنا فيه اي والله يعني احنا بعد ما ودنا نقول وضع سوداوي او سلبي لكن هذه حاله موجوده موجوده طاغيه صراحه في أيوة. في الدواوين والمجالس أيوة. حتى ترى في اماكن بعد اخواتنا يعني النساء صحيح في مجالسهم صحيح يعني حتى من المواقف الطريفه يقولون في ام يزورونها بناتها في يوم الجمعه والخميس ايام العطله الاسبوعيه فيقولون من كثر ما هي مستاءه من اللي قاعد يصير يقول جوها زاروها مره فلقوها حاطه بوكس كبير او سله كبيره غريبه هذه حق شنو قالت اي وحده تدخل عندي بالصاله من بناتها أيه تضع تلفونها تلفونها وتلفون بناتها وهذا صحيح غير الطريقه هذه انا ما ارغب بزيارتها اي أيوة والله لانه مو معقول انا اجي واسوي القهوه واسوي الشاي واجيب الحلا واجيب واهتم عشان جيتكم وتجون أنتوا في وادي وانا في وادي مو معقوله يعني صحيح فحنا ابو عبد الله لما نتكلم عن هذا الموضوع الاجتماعي الواقعي اللي احنا نعيشه اللي هو موضوع النصات موضوع الاهتمام بالمتحدث وعدم خطف يعني المايك مثل ما يقول منها وكذا فشنو تعليقك يا ابو عبد الله على هالجزئيه هذه؟ والله اول شيء القصيده جميله صراحه ومبين ان الشاعر كان منزعج نعم وبسبب انزعاجه قال هذه القصيده م. ومثل ما تفضلت عايش في زمننا هذا يعني تخيل يعني اكثر من موقف احنا نشوفه في دواوين وتجمعات واحد يتكلم مع مع اثنين ثلاثه وهالاثنين هالثلاثه كل واحد ماسك الهاتف مصادر ومو قاعد مو مرعي له اي انتباه يعني هذه هذه احتقار هذه. صحيح الذوق اوه اوه هذه في قمه اساءه الذوق الله اي نعم يعني هذه اساءه ذوق بالغه يعني يعني كانه يبين لنا ان انا مو مهتم لك وسالف انت ما عندك سالفه ولا انا مرعي لك اي اهتمام الله طبعا الاشد لما تصير ما بين الزوج والزوجه الزوج يكلم زوجته وهي قاعده تطالع التليفون او العكس الزوجه تكلم زوجها في شان بيتها ولا عن موضوع يهم احد عيالها ولا سالفه هامتها ولا بتفضفض والريال ماسك التليفون ومو معيرها اي اهتمام هذا احتقار هذا احتقار يعني كان اللي منشغل بالهاتف يقول انت ما عندك سالفه انت ليس لست ذات اهميه عندي هذه الرساله الله رسالة مبطنه يعني رساله مبطنه توصل فاحسنت يعني اختيار موفق والبيتين الاخيرين هذول بعد اللي بدنا سماعه وبيده جوال هذه بعد هذه مصيبه هذه اي والله أيوة لكن احنا يعني لما نتكلم على بعض الامور هذه ونثيرها يعني انا معك اخوي ومطلق احنا نؤكد بان هذه امور قاعده تاثر في علاقاتنا الاجتماعيه فالافضل ان احنا نتجنبها يعني بقدر المستطاع نعم صحيح, نعم صحيح نعم الله يعطيك العافيه ابو عبد الله الله يحفظك ودائما احنا بحاجه الى تعليقاتك والله الله اللي تجعل الموضوع جمالا الله يرضى عليك, عليك يا ابو والله الله ان شاء الله يجمل ان شاء الله حالك وفالك آمين وما يقولون الله المشاهدين الغالين وانتهت هذه الحلقه وباذن الله نلتقي وياكم ان شاء الله في حلقات قادمه والسلام ختام